وننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي منخفضا بنسبة طفيفة بلغت 0.6% عند مستوى 9550 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم فاصل 310 ملايين. ومن أصل 68 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة بينما انخفضت أسهم 14 شركة وبقيت 9 شركات على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم مجموعة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 14.88% ليغلق عند درهم فاصل 39، بينما ارتفع سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 14.16% ليغلق عند 0.50 درهم. كما أغلق سهم مجموعة أرام مرتفعا بنسبة 12.50% ليغلق عند درهمين فاصل 25، بينما انخفض سهم شركة ADC Corporation للاستحواذ بنسبة 4.64% ليغلق عند درهم فاصل 85. أما في السوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام منخفضا بنسبة بلغت 0.52% عند مستوى 3791 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 498 مليون درهم. ومن أصل 36 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة بينما انخفضت أسهم 15 شركة وبقيت 6 شركات على ثبات. وارتفع سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.98% ليغلق عند 0.68 درهم. كما ارتفع سهم شركة اكتتابة قابضة بنسبة 14.80% ليغلق عند 0.31 درهم. وأيضا ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 8.41% ليغلق عند 0.33 درهم، بينما أغلق سهم شركة دار التكافل منخفضا بنسبة 4.87% عند 0.76 درهم. انتقل معك دكتور محمد لتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية التي أغلقت على انخفاض. أبدأ معك من بورصة أبوظبي والتي تراجعت بشكل طفيف اليوم، ما تحليل حضرتك للأداء؟ طيب أنا عاوز أقول لسيادتك إن أغلب المستثمرين بنضع شعار كده إنه بيفضل الانتظار إلى ما بعد الإجازة. المستثمر بطبيعته ثابتة، سواء المستثمر في الأسواق الإماراتية، سواء المستثمر في الأسواق المصرية، أي سوق بيفضل المستثمر غالبا الانتظار ما بعد العيد. إذا الطابع الأساسي النهاردة في الأسواق الإماراتية وسوق أبو ظبي اللي انخفض انخفاضات طفيفة بالمناسبة، إن هو انتظر إلى ما بعد أجازة العيد. إحنا زي ما حضرتك أشرت في تقريرك إن الأجازة هتبدأ من بكرة، والمعودة أو العودة التمام يوم 3/7، يعني يوم الاثنين القادم، في عودة الأسواق الإماراتية مرة أخرى. وبالتالي كان في النهاردة نوع من أنواع الترقب والانتظار إلى ما بعد العيد. تعال نشوف حضرتك سوق أبو ظبي النهاردة. لو بدأنا في سوق أبو ظبي هنقول إن إحنا منخفضين من يوم 14/11/2022، كان المؤشر عمل 10620، قصر كل الدعوم، يعني الدعوم كلها من هذا اليوم بالضبط قصر نقطة الدعم الأساسية للمؤشر 10,000، قصر نقطة 9,500، ثم بدأ يتحرك الحركة العرضية والتجميع خلال شهر يونيو. يعني خلال شهر يونيو فعلا مؤشر سوق أبو ظبي بدأ يجمع تجميع جيد جدا. خلال جلسة يوم 16/16 غير اتجاه المؤشر وبدأ يصعد فوق 9,446، ثم اختبر نقطة 9500، واحنا النهاردة بنتكلم على انخفاض بسيط او طفيف المؤشر اللي هو اغلق عند 9550. في 30 شركة من سوق ابو ظبي ارتفعت اليوم، و25 شركة انخفضت، و8 كان فيها ثبات. لو بصينا للقطاعات حضرتك هنلاقي ان القطاع العقاري النهاردة كان منخفض حوالي 18% بقيادة طبعا الدار العقارية اللي انخفضت 78%، واشراك العقارية انخفضت 53%. مؤشر فوتس الطاقة انخفض حوالي 45% بقيادة أدانوك للتوزيع، اللي انخفضت النهاردة انخفاض غريب الشكل كان 1.26%، وأدانوك للغاز اللي انخفضت 64%. مؤشر الصناعة كان عكس مؤشر القطاع العقاري وقطاع الطاقة،
النهارده ارتفع بنسبه 27% بقياده الف ظبي القبضه اللي ارتفعت 48% من 100%، وكان اكثر الارتفاعات النهارده لسهم الخليج للمشاريع الطبيه اللي ارتفع 14.88%. وعاوز اقول للمشاهد والمستثمر اني افكروا ان نتائج اعمال الخليج للمشاريع الطبيه كان محقق خلال سنه 2022 36.6 مليون درهم مقابل 35.6 مليون درهم. دكتور محمد، ماذا عن اداء سوق دبي؟ تحليل حضرتك. سوق دبي النهارده يعني كان، انا عاوز اقول لحضرتك ان هو كان اتجاهه ثابت خالص، كان يوم 15/3 عكس اتجاهه، كنا احنا بنتكلم في سوق دبي ان هو اتجاهه عرضي تام، ولكن من يوم 15/3 المؤشر كان قاصد نقطه ال 3310، ثم بدا الارتفاع من هذا اليوم حتى يوم 16/6 خلال هذا الشهر اللي ارتفع اعلى ارتفاعات وسجل في للمؤشر 3802، ثم اتجه عرضي وانخفض في جلسه اليوم انخفاضات طفيفه 14%. عدد الشركات اللي ارتفعت النهارده حوالي 15 شركه مقابل 15 شركه انخفضوا مع ثبات 6 شركات. مؤشر النهارده اغلق حول 3800، يعني 3791. هنقول ان سوق دبي سوق متماسك بقاله فتره، بقالنا 3 شهور بنقول ان سوق دبي افضل من سوق ابو ظبي، على الرغم ان انا بقول للمستثمر ان سوق ابو ظبي بدا في حركه فنيه في اتجاه صاعد خلال الفتره القادمه. لو بصينا للقطاعات هنقول القطاع المالي اللي ارتفع ارتفاعات طفيف بالنسبه له حوالي 32% بقياده سوق دبي اللي ارتفع 67%. قطاع الصناعه النهارده كان ارتفع 63% بقياده دبي للاستثمار اللي ارتفعت 1.7%، وسالك اللي ارتفعت 64%. مؤشر القطاع العقاري النهارده انخفض حوالي 50% بقياده اعمار العقاريه اللي انخفضت 2.73%، على عكس اعمار للتطوير اللي ارتفعت 1.58%. واكثر الاسهم اللي ارتفعت النهارده زي ما انا قلت في سوق ابو ظبي كان الخليج للمشاريع الطبيه اللي ارتفعت 14.88%. النهارده كان الاتحاد العقاريه عملت مفاجاه في سوق دبي وارتفعت 8.41%. توقعات حضرتك دكتور محمد لاداء اسواق المال الاماراتيه بعد اجازه عيد الاضحى؟ طيب انا عاوز اقول لحضرتك ان السؤال ده صعب جدا، لسبب ان الاسواق الاماراتيه مرتبطه بالاسواق العالميه، وخلال الفتره القادمه طبعا احنا نعلم ان الاجازات عيد الاضحى للمسلمين، وبالتالي الاسواق العالميه كلها بتترقب، هيبقى في ترقب وانتظار لبيانات التضخم العالميه، وخاصه احنا منتظرين بيانات التضخم الخاصه بفرنسا وايطاليا واسبانيا والمانيا. المانيا كان متوقعين ان التضخم هيبقى فيها مرتفع جدا، اذا احنا بنعاود الحديث حول موضوع اسعار الفايده وتاثيرها على الاسواق العالميه. هنتابع متابعه دقيقه جدا خاصه من خلال الجلسات القادمه لاسعار النفط اللي بدات النهارده في جلسه نوع من انواع الارتفاع، ولكن الارتفاع النسبي بعد التوترات اللي حدثت في روسيا. يبقى اذا المخاوف من الطلب على النفط خلال الجلسات القادمه هيبقى ده مؤثر قوي على الاسواق الاماراتيه، خاصه مع ارتفاع مخزون النفط الخام وانخفاض الطلب من الجانب الصيني. اذا حالات التراقب والانتظار خلال الجلسات القادمه وما تحويه من اخبار عالميه ممكن تكون مؤثر قوي للاسواق الاماراتيه، ولكن اللي انا شايفه ان سوق ابو ظبي بدا فعلا يتماسك تماسك قوي جدا. انا شايف ان ممكن سوق ابو ظبي خلال بعد اجازه العيد وجلسه يوم الاثنين هيبدا في الارتفاعات النسبيه، ويعاود مره اخرى في معاوده الارتفاع اللي هو اللي احنا منتظرينها منه من يوم 14/11. نشكر الدكتور محمد عبد الهادي محلل اسواق المال على مشاركته معنا.